السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعنا لكم مع التكتيكات اللي وعدناكم بيها، والنهاردة معانا واحد من اقوى التكتيكات الدفاعية في لعبة المدرب الافضل بالكامل. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن خطة 5-3-2 المرعبة جدا والمحطمة لخطة 4-3-3. هنتكلم على كل تفاصيلها، هي مضادة لايه بالظبط، وايه الخطط اللي بتقدر تتفوق عليها وايه اللي ما بتقدرش. هنتعرف على كل تفاصيلها في الحلقه دي، فاتمنى انك تنزل تخبط اللايك العنيف دلوقتي وتشترك لو انت اول مره تتفرج علينا عشان تتابع كل تكتيكاتنا الجديده باذن الله. ويلا بينا نبدا في الفيديو. من داخل التشكيلة زي ما انت شايفين مع خطة 5-3-2، الخطة اللي اتكلمنا عنها كتير في فيديوهات كتير، الخطة اللي حاليا بقت من اقوى الخطط في اللعبة بالكامل بعد اخر تحديث. هنتكلم على تمركزاتها دلوقتي، بداية من خط الدفاع اللي مش محتاجين نتكلم فيه خالص، بداية من الدال شين والدال يه. بص، التمركزات كلها لازم تكون في مكانها، مفيش تغيير في الدفاع اطلاقا، مش هتعمل اي تغيير في اي حتة في الدفاع. الكلام بقى تعالالي في خط الوسط. زي ما انت شايف دلوقتي عندنا صانع العاب قدام، بيبقى هنا صانع العاب وهنا بيبقى واو وهنا بيبقى واو، وده بالنسبة لخط الوسط. دلوقتي احنا هنعمل تعديل بسيط، قدام هيبقى صانع الالعاب اللي هو الواو هيه موجود مكانه، مفيش اي مشكلة. دلوقتي في خط الوسط هتنزل واو في طرف، والطرف التاني هتنزل واو دال. زي ما انت شايف لاعب ديفندر او لاعب وسط مدافع زي ما انت شايف، عشان خاطر تأمن دفاعك من الهجمات اللي خصمك هيعملها، لانك اكيد مش هتلعب بخطة 5-3-2 غير وانت اضعف من خصمك او حتى مساوي ليه، وهو خصمك بيهاجمك وانت خايف ان انت تخسر اللقاء ده، فبالتالي هتلعب بالخطة دي عشان تدافع ضده. وحتى لو انت اقوى مفيش مشكلة، عادي جدا لو لعبت بالديفندر ده، بس لو انت اقوى من خصمك يعني وبتلعب الخطة دي تأمين، نصيحة بشيل ده وحط مكانه الواو عادي، وخلي التمركزات كلها في مكانها مفيش اي مشكلة. بس على العموم الخطة دي جاية اكيد لان انت تبقى اضعف من خصمك عشان تقهر الخطط اللي انت بتواجهها. هيجي دلوقتي في دماغك سؤال، طب ايه يا عم الخطط اللي الخطة دي بتقهرها؟ هقول لك بص يا سيدي، عد معايا، عندك 4-3-3، عندك 4-4-2 حرف البي فقط، بنبه حرف البي فقط، عندك بتقهر 3-4-3 برضو حرف البي فقط، عندك بتقهر برضو خطة 3-5-2، عندك 5-3-2 بتقهر كل الخطط دي من 4-3-3، 4-4-2 بي، 3-4-3 بي، و 3-5-2. الخطة دي يعني بص بمعنى صح بتقضي عليهم نهائيا. النصيحة بقى يعني اكبر نصيحة النهاردة، الخطة دي ما تلعبش ضد 4-4-2 حرف الاي، ما تلعبش قصادها ابدا، عشان احد يعني بص هتخسرك وبسكور كمان. ما تلعبش قصاد 3-4-3 حرف الاي برضو، وبرضو ما تلعبش قصاد خطة 4-2-3-1، عشان الثلاث خطط دول بالاخص يعني بيدمروا خطة 5-3-2. بكده اعطيناك كل تفصيلة يعني انت محتاجها لخطة 5-3-2، باقي التمركزات ما فيهاش اي كلام، راس الحربة قدام مفهومش اي مشكلة، العب بيهم الاتنين عادي. وعلى فكرة عادي لو عملنا شبه 4-4-2 بي ولعبنا بهيه شين او هيه يه، عموما واحد جناح واحد راس حربة برضو مفيش اي مشكلة، بس انا في الخطة دي عموما بفضل العب بالاتنين روس حربة قدام. بكده خلصنا من التمركزات وبينا على التكتيك مع بعض. والتكتيك قدام حضراتكم العقلية المرتدات، زي ما انت شايف هجوم مرتد، دي عقليتنا النهاردة اللي هنتكلم عليها في التكتيك الجميل النهاردة، التكتيك المجرب، التكتيك اللي شفتوه في بداية الفيديو، تكتيك عامل ازاي واحصائياته قدام خطة 4-3-3 عاملة فيها ايه، يعني نتائج قوية جدا مع الخطة دي، وتكتيك ايضا قوي جدا بإذن الله. زي ما انت شايفين العقلية اللي هتكون الهجوم المرتد، التمركزات اللي اكيد متعودين ان احنا بندافع، اكيد وسطنا هيساند الدفاع، ولو انت على فكرة حابب انك تدافع دفاع بحت
يعني بص انت مش هتطلع من ال 18 وناوي ان انت تقفل على خصمك، خلي هجومك يدعم خط الوسط او ممكن تخليه تراجع للخلف كمان مفيش اي مشكله. ولكن على العموم انا بتكلم ان انت دلوقتي داخل ده عايز تكسب، انت داخل يعني لازم تبقى ضامن الفوز باذن الله، يعني طبعا بتوفيق ربنا بعد كل ده اكيد لازم تخلي هجومك ثابت في مكانه قدام، يكون الهجوم فقط والوسط حمايه خط الدفاع، والدفاع هيكون في محله، الرقابه اللي هتكون دفاع منطقه، ومسيره التسلل اللي هتكون لا اكيد زي ما احنا متعودين. طبعا اللي فاتوا الفيديو بتاع شرح مسيره التسلل والرقابه وحتى قطع الكرات اللي تحت ده، فهسيب لكم في علامه الاي فوق الشرح اللعبه بالتفصيل في الحاجات دي، فاتمنى لو انت فاتك النقط دي بالذات روح هناك عشان تفهمها بالتفصيل، وامتى تعمل تسلل وامتى لا، وامتى تعمل دفاع رجل لرجل وامتى لا، هسيب لكم الفيديو في علامه الايفون. دلوقتي نروح للارقام، الارقام يعني اللي كله مستنيها، اول رقم معانا وهو الضغط على الخصم. اكيد خصمك اقوى منك اكيد، يعني انت هتبقى يعني متحفظ اكيد، هتبقى مقفل عليه خطوطك وبتاع، فضغطك هيكون طبيعي، اقل رقم في الطبيعي كمان اللي هو 20، اللي هو لو نزلت اكتر منه مش هيبقى فيه ضغط اصلا، فضغط 20 هيكون حل مثالي ان انت تكون يعني مستني خصمك يغلط او مستني الكرة هي اللي تجيلك، وضغطك هيكون من تلت الملعب بتاعك، مش هتعمل ضغط عالي، مش هتعمل ضغط حتى متوازن ان انت تضغط من نص الملعب، لا انت هتضغط عليه ولكن من تلت ملعبك، اللي هو انت هتستناه يجي عشان تضغط من تلت ملعبك، وان شاء الله تقدر تخطف مرتدة ولا اتنين مع العقلية اللي هتكون توازن ب 49 زي ما انت شايف عندك الرينج بتاعنا النهارده في العقلية من 39 لحد 49، العب فيها زي ما انت عايز. لو خصمك اقوى منك بكتير انت ممكن اصلا تنزل بيها لحد 19، يعني انت بتخيل وصلت لايه؟ فهي دي يعتبر يعني فكر الخطه كلها او الخطط الدفاعيه عموما بيبقى في العقليه دي، الفكر كله بيبقى هنا، لان انت مثلا خصمك اقوى منك بكتير جدا، يعني اقوى منك ب 10 ب 12 ب 13، فبالتالي في الحاله دي لازم تدافع باستماته ب 19 كذا عشان ما تستقبلش اهداف نهائيا. وطبعا لو خصمك اقوى منك ولكن مش بكتير قوي فتقدر ان انت تعملها 39، ولكن في العموم لو خصمك اقوى منك يعني مش قوي، يعني خصمك اقوى منك بخمس نقط من خمسة ونازل، العب العقلية 49، لو اكتر من خمسة العبها 39، مش هيبقى عندي اي مشكلة نهائيا. ولكن انا عموما ما بلعبش ابدا 39 حتى بقى بلاش والله، ما بحبش ان انا فريقي يكون مدافع بحت، ده من وجهة نظر انا، ولكن طبعا كرويا مفيش مشكلة، مش عيب اصلا انك تدافع، ولكن انا بتكلم على العموم، انت لو قريب من خصمك العبها 49، ولو خصمك اقوى منك شوية حلوين العبها 39، لو خصمك اقوى منك خالص او اقوى منك يعني ببار كبير قوي العب 19 مفيش اي مشكله. اخيرا وليس اخيرا وهو ايقاع اللعب اللي هيكون اللعب من لمسه واحده 80 زي ما انتم شايفين. عندي نصيحه برضو هنا في النقطه دي، ان انت دلوقتي لو يعني فريقك ضعيف هتقول لي يا عم العب من لمسه واحده وانا فريقي سبعينات مثلا ولا ستينات، هقول لك عندك حق، يعني فريق زي ده اصلا مش هيعرف يباصي من لمسه واحده، فهيبقى عندك مشكله حقيقيه فعلا. ففي الحاله دي هتنزل باللعب ايقاع اللعب لحد 75 لو انت فريقك تحت مستواه تحت التسعينات، يعني انت اللعيبه بتاعتك تحت التسعينات، لعيبه مثلا 91 92 95 100 الكلام ده كله العبها 80 مفيش اي مشكله، تحت التسعين لو انت عندك لعيبه في الثمانينات والكلام ده انزل بايقاع اللعب لحد 75 او 79 عادي جدا مفيش اي مشكله. ولكن على العموم التكتيك اللي انت لو فريقك متكامل فريقك 100 بس انت مثلا بتلعب في كاس الرابحين او في الطاقم او في كذا وفريق اللي ضدك اقوى منك برضو مع انك قوي، ففي الحالة دي العب 20 49 80، تكتيك مثالي لاكتساح خطة 4 3 3. انا زعلان من كل واحد ما نزلش عمل لايك عشان خاطري، انزل اعمل لايك لو انت عملتش اللايك، واشترك لو انت المرة تفرج علينا بقى، ويلا بينا نروح للفيديوهات اللي بعديها، اشوفكم في الفيديوهات الجديدة باذن الله، سلام عليكم.